اتكلم عن كان نص نص، بس هو عايز وقت. يعني انا مخلص في اخر دقيقه، لسه ما كنتش خلصت ولا عملت بابل شيت. هو عايز وقت بس، يعني زي امتحان رياضه ساعتين بس. يعني انت حليت كويس ولا لا؟ حليت كويس الحمد لله، بس يعني المقالي عايز وقت كبير قوي. المقالي واحده عايز فوق النص ساعه. والاسئله مدرسيه عندك انك ما تحلش كويس. الوقت، ما بقول لك اهو الوقت. بس كده، بس والله مفيش حاجه تانية؟ لا الحمد لله. نفسي افهم حاجه بس. الكتاب اللي بيدوه لنا ده المفروض اللي هو المستر المراقب عمال يقول لنا غش منه غش منه، عايزين نقنعه بس بحاجه، اللي هو الكتاب اللي ما حد فاهم منه حاجه. الوقت مش مكفي، واسئله المدرجتين دي بتخلي الواحد يشد في شعره. اللي انت بتبقى قاعد اسئله مدرجتين واقفه على مستقبلك، هما تقريبا مش عايزين طلبه هندسه فبيسقطونا. انتوا بتطرقونا بالطريقه هما فين؟ يا اللي مش سامح معاك الوقت، يعني الوقت مش مسامح، وكل شويه فاضل ربع ساعه واحنا اصلا مربوكين خلقه، ولحد يعتبر نص الوقت ما كانش حد حل 10 اسئله على بعضهم. والمقالي طبعا ده اللي كل امتحان نعمل نفس الحركه، ما فيش وقت مكفي. احنا لحد اخر الوقت انا يعتبر مش عارف اكتب ايه. يعتبر ان نزلت البابل شيت في اخر 3 دقايق بالظبط. يعتبر مش عارف نقول لهم ايه دول ولا نعمل لهم ايه. ماشي كيف عامل ايه؟ الحمد لله. ايه مبروك مجالك. الله يبارك فيك. قول لي عملت ايه النهارده؟ والله الحمد لله، التفاضل والتكامل يعني كان كويس. كان في اسئله كتير طبعا. احنا يعني مع مستر محمد سعد الاول، بس بشكره من هنا عشان مستر محمد سعد ربنا يبارك له، كان مدينا اسئله كتير قوي بطريقه سهله وجات لنا الحمد لله زي ما احنا كنا، يعني زي ما هو كان قايل لنا بالظبط جت. فانا بشكر مستر محمد سعد لان الاسئله كانت جميله وكان في اسئله كتير سهله. بس حتى المقالي ده اول امتحان المقالي يبقى فيه كويس بس، ونقول الحمد لله، ونحب نقول للواد ياسين ده صح؟ خد اتكلم ياسين ولا هتلخبطني؟ قول اي حاجه، قول اي حاجه. قول لهم يا رب ننجح، قول يا رب ننجح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الامتحان كويس الحمد لله يعني، وانا مبسوط بس ان انا حليت المقالي صح لاول مره بمجهودي يعني الحمد لله. وانا بحب اشكر مستر محمد سعد ملك الرياضه في شبرا، هو التوب والله العظيم ما شاء الله عليه، يعني مستر جامد. ولا يعني الامتحان الصراحه كان كويس، وطرق الاله الامتحان مثلا معظمه بالاله، الامتحان كله حلو بعد مثلا سؤالين ثلاثه كده بس الحمد لله يعني. الامتحان كان حلو النهارده. لا الامتحان كان حلو. نقول ان احنا قفلنا النهارده وكل امتحانات الوحشه كلها مش متقفل. بس لا حلو، بس شغال شغال يعني احسن من الامتحان بتاع اللي فاتت كلها. ما تجيبليش بقى سيره الكيمياء. لا مش عارف الكيمياء. الكيمياء جايه كده عارفين احنا ناقصين. الكيمياء يا عبد الرحمن ضاع الوقت. الوقت حلو. الماده جايه اللي عند دور ثاني. ديناميكا، والديناميكا طبعا يا رب ربنا يستر عليها الصراحه. لا معلم هنا عشان يعني الوقت بالذات عشان تاخد وقت، فيعني يا رب نلحق نحل 10 اسئله اصلا على بعض يعني. بس امسك كل امتحان ان شاء الله. عامل ايه؟ الحمد لله. الامتحان كان رايق، ومحمد سعد كان مدينا حاجات بالارقام، وكان مدي وكل حاجه تقريبا بالاله. والله كان في مسائل كتير كنت دخلت ما كملتش 10 دقائق حليتها بتاع 4-5 مسائل. عايزين نشكره بالله. ناصر يمكن ده عشان سبب تيشيرت الريال طبعا. على مدريد. يا شباب اخباركم ايه؟ الامتحان ما كانش اللي كان محتاج، كان محتاج وقت كبير قوي يعني. كان في 5 اسئله فيهم تريكات كبيره قوي يعني، وكانت محتاجه وقت. بس يعني هو الامتحان نوعا ما كان حلو. ايه التريكات اللي كانت واقفه معاك طيب؟ في الاشتقاق والحاجات دي. وفي الداله بس. دي التركات اللي كانت واقفه معاك؟ السؤال الثاني كان مقالي كان تقيل شويه. كان محتاج وقت؟ كان الامتحان كان محتاج وقت كبير. يعني كان محتاج ساعه كمان. لا انت قول لي قول لي قول عايز ايه؟ لا قول قول لي عملت ايه؟ الامتحان كان كويس بس كان عايز وقت شويه. كان عايز شويه وقت. كان عايز شويه وقت. كان في تركات واقفه معاك؟ كان في تركات. بس كانت هتتحل بس عايزه وقت، يعني احنا ما لحقناش نعملها. بس. انت ما لحقتش تعملها؟ يعني في اسئله تسيبها؟ لا ما انا هبتها في الاخر بس ما لحقتش قصدي احلها يعني.